ولمناقشة وتحليل تطورات الانتفاضة الشعبية في العراق ضد الفساد، يحضر معنا في استوديو الرافدين الكاتب والباحث حسين السبعوي. أهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأيضا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق السيد علي القيسي. مرحبا بكم سيد علي. أهلا وسهلا، حياكم الله ضيفكم الكرام. أستاذ حسين السبعاوي، هل كشفت هذه التظاهرات أزمة حكومة عبد المهدي وسوء إدارتها للدولة فقط، أم أنها سلطت المزيد من الضوء على موضوع جوانب أخرى من مأزق العملية السياسية؟ أنا أعتقد حكومة السيد عادل عبد المهدي هي واحدة من المشاكل وليست أس المشكلة. أس المشكلة في إدارة الدولة العراقية من قبل العملية السياسية اللي موجودة. الشعب العراقي بلد متعدد المكونات، متعدد القوميات، متعدد المذاهب، لا يمكن أن يدار بهذه الطريقة الطائفية، ولا يمكن أن تستمر هذه العملية السياسية بهذه الطريقة في إدارة الدولة. فأعتقد أس المشكلة هي في العملية السياسية لإدارة الدولة وليس فقط في عادل عبد المهدي. أما سيد عادل عبد المهدي فيعتبر واحدة من المشاكل. نعم. ربما ننتقل لضيفنا عبر سكايب الأستاذ علي القيسي. بتزامن مع مصادر طبية التي تكشف أن حصيلة ومصادر طبية في وزارة الصحة تحديدا تكشف أن ضحايا تظاهرات ارتفع إلى 165 شهيدا و 6543 جريحا، فيما يقول ناشطون أن هذه الأرقام أقل بخمسة أضعاف عن الأرقام الحقيقية. كيف تقيمون تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين في الأيام الماضية؟ تحية لكم ولضيوفكم الكرام. الحقيقة ما تسمى بالقوات الأمنية الآن انقسمت إلى قسمين. قسم من هذه القوة وهي مجموعة صغيرة جدا، هذه غير مرتبطة بالميليشيات، أصبحت أما انسحبت من ساحة المعركة أو انضمت إلى جانب المتظاهرين وبدأت تدافع عنهم. أما حقيقة جرائم اللي ارتكبت والأعداد فهناك تفاصيل خطيرة جدا. أخطر تلك التفاصيل أن فجر أمس شنت الميليشيات عملية مداهمة للمستشفيات واعتقلت جرحى من فراش المرض، يعني اعتقلت جرحى وهم يعني جراحهم طرية، سحلتهم من المستشفى ونقلتهم إلى جهات مجهولة، وهذا العدد يتراوح بين 350 إلى 400 معتقل، يعني معتقلين جرحى. هناك عملية اختفاء قسري، يعني هناك دول اندلعت فيها ثورات وتظاهرات. هونغ كونغ المظاهرات فيها منذ ثلاثة أشهر لحد الآن اثنين أو ثلاثة جرحوا بها. نحن لدينا كارثة الآن، عدد القتلى مضاعف عن هذا الأعداد اللي تذكر، عدد الجرحى هائل، هناك جرحى يخشون يذهبون إلى المستشفيات. أي شخص الآن يعلن بأنه يمكن أن يكون متحدث أو محاور يقتل بنفس اللحظة كما حدث في محافظة البصرة. وكل الناس اللي يتقدمون الآن وتدعي الحكومة العراقية أو ما تسمى بالرئاسات الثلاث أنها التقت فيهم كذب. طيب. هؤلاء لا يمثلون العراقيين ولا يمثلون المتظاهرين. نعم سيد حسين، على الرغم من حجم الشهداء والجرحى كما تفضل الأستاذ علي القيسي، لكن الحكومة تقول إنها لم تطلق النار على المتظاهرين. هل موضوع مسألة التظاهرات السلمية تحتاج إلى رصاص حي، خصوصا أن المتظاهرين أعلنوا أن تظاهراتهم سلمية؟ بالتأكيد واضحة سلمية، ولا يمكن أن تستخدم القوة المفرطة المميتة ضد هؤلاء المتظاهرين. أما أن الحكومة تقول لم تستخدم إطلاق النار أو لم تطلق النار على المتظاهرين، هذا أيضا يدينها إذن من أطلق النار على هؤلاء؟ إما هناك دولة داخل الدولة وأيضا الحكومة مسؤولة على هذا القتل، فالحكومة لا يمكن أن تبرأ من هذا الفعل سواء نفذته بأيديها أم من خلال حلفاء أم من خلال ميليشيات أم من خلال جهات أخرى، فتبقى هي المسؤولة عن جميع هذه الدماء التي أزهقت ظلما وعدوانا. فأعتقد الحكومة هي مسؤولة على كل ما يجري، ولكن هذا دليل على أنه وجود هناك ميليشيات وقوة أخرى تتصرف يعني أقوى من الدولة وفوق القانون،
وما هي الدولة إلا موظفين لدى هؤلاء. في ظل هذا السؤال ربما ننتقل لضيفنا الأستاذ علي القيسي، في ظل هذه الأعداد الكبيرة والسؤال الكبير عن من قتل المتظاهرين، لكن ما هي سبل محاسبة من ارتكب هذه الجرائم في حق المتظاهرين وأسقط هذه الأعداد من الشهداء والجرحى؟ منظمة العفو الدولية كان لها قرار وبيان تحذيري شديد اللهجة موجه للحكومة العراقية وللميليشيات. هناك عمليات رصد وتوثيق، وهناك أسماء، وهناك متابعات لكل من ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي، وهذه الأمر ما ينتهي. المشكلة الآن قبل 5 ساعات بدأ الإنترنت بالتقطع، رافق هذا عملية تهديد للحكومة، ما تسمى الحكومة العراقية، للمتظاهرين، يعني تهديدات وصلت حد أننا سوف لن نستقبل الجرحى في المستشفيات، سوف لن نسمح حتى بدفن الشهداء إذا سقطوا الشهداء، وسوف نسحب الشرطة والجيش والمسميات العسكرية الأخرى ونترككم أنتم مع الجهات التي تعرفونها. يعني هذا الأمر، الحكومة الآن فشلت، هي حقيقة الحكومة فاشلة، لكن كانت الداري فشلها بكلام وادعاءات كاذبة. الآن سقطت ورقة التوت عن هذه الحكومة، وعلى الأقل على الدول العربية الآن أن تتخذ موقف وتسحب سفراءها. على الأقل الدول التي تدعي بأنها مناهضة للهيمنة الإيرانية وللمشروع الإيراني تسحب سفراءها، وهي تعلم اليوم أن بحدود 10,000 مقاتل إيراني دخلوا ليقتل الشعب العراقي. طيب أستاذ حسين، هناك من يذهب إلى أن المسؤولية، مسؤولية الدماء التي أريقت على أرض العراق، تقع على الأفراد. هناك من يرى أن المسؤولية تقع على القيادات السياسية والقيادات الأمنية، كيف تنظر إلى ذلك؟ يعني بالتأكيد القيادة السياسية المسؤولة الأول والقيادات الأمنية. الجند الذي يطلق النار لا يمكن أن يمتلك هذه الصلاحية، وليس من المسؤوليات، ولا يمكن أن يطلقها مهما يكن، ولا حتى صغار الضباط يستطيعون أن يطلقوا النار مباشرة على المتظاهرين بدون أمر من قيادة عليا ومن قيادة سياسية. فأعتقد مسؤولية القيادة السياسية هي بالدرجة الأولى، ومن ثم القيادات العامة العسكرية. ولكن عبد المهدي يعني وصف الذين سقطوا، وصفهم بالشهداء، حتى أن يعني رئيس الجمهورية برهم صالح تعاطف مع من سقط من الجرحى والشهداء من المتظاهرين. أعتقد هو هذا الارتباك الموجود داخل الحكومة وهذه الازدواجية، يعني هم يطلقون النار على المتظاهرين بطريقة يعني مميتة واستخدام سلاح اطلاق نار حي، ومن ثم يقول نحن نتبنى التظاهر ونتبنى مطالب المتظاهرين. هذه الازدواجية ما عادت تنطلي على الشعب العراقي عموما، فكيف على المتظاهرين الذين خرجوا يطالبون بحقوقهم؟ اعتقد هذه الازدواجية في التعامل مع الشعب العراقي لن تجدي نفعا. الحديث عن التوقعات، إلى أي مدى تتوقعون أن استخدام القوات الأمنية والقوات الحكومية كذلك للقمع سيؤدي لإحباط الرأي العام في العراق ويمنعه من الخروج مجددا مستقبلا؟ أنا أعتقد هذه المظاهرات هي امتداد لما قبلها وهي وقود لما بعدها. فالتظاهر في العراق سيستمر طالما هذه العملية السياسية موجودة، طالما إدارة الدولة بهذه الطريقة الطائفية، فإذا المظاهرات لن تنتهي سواء استخدمت القوة بأي حال من الأحوال، استخدمت القوى المميتة أم القوى المفرطة أم قنابل الغاز. المشكلة هي في إدارة الدولة، فهي العامل الرئيسي لتواجد هذه التظاهرات، فالتظاهرات ستستمر طالما هذا الوضع السياسي موجود داخل العراق. أستاذ علي القيسي، يعني عملية ترديد المتظاهرين من جنوب العراق للمرة الثانية بعد تظاهرات تموز عام 2018 رددوا هتافات تندد بإيران وحلفائها ومهاجمة تدخلها في العراق، هل يعطيكم دلالة وهدف من ذلك؟ سيدي الكريم، المتظاهر العراقي يعلم جيدا بأن الرئاسات الثلاثة ولدت من رحم اجتماع جرى في دوكان بين ماكروغن اللي كان في وقتها يقود الحرب على داعش أمريكيا، وبين قاسم سليماني برعاية راين كروغر. المتظاهر العراقي
متأكد بأن بأن عادل عبد المهدي والرئاسات الثلاثة ما هم إلا جنود عند قاسم سليماني. طيب. وهذه الادعاءات بأنه هذا يلقي خطاب وهذا يلقي مبادرة، هذا تبادل أدوار وليس تخبط، هذا عمل ذكي وخطير وخبيث ومدروس، هو تتويه وإيهام الشعب العراقي وتجديد انتباهه. ما يجري الآن ثم هذه الوعود التي تطلق، ألا يفترض أن هناك مؤسسات دولة تنفذها؟ العراق لا توجد فيه مؤسسات دولة. انهيار منظومة القضاء والتربية والتعليم والصحة وكل المؤسسات الدولة منهارة عندنا. ما يجري الآن في العراق يتوجب من المتظاهرين أن يستمرون، وهم أكيد سوف يستمرون، ونحن جربنا هذا في الدول العربية حين تسقط الشهداء ويكثر الشهداء، هناك من يخرج وهناك من يقف ويتحمل المسؤولية أكثر حتى يأتي اليوم الذي يقتلع في هذا النظام الفاسد من العراق. أستاذ حسين، هل بإمكاننا القول أن الشعارات التي رفعها الشباب المتظاهر وصلت لمسامع الحكومة ومن يقف وراءها؟ بالتأكيد وصلت، والشعارات هي مخالفة للعملية السياسية الموجودة والمشروع العملية السياسية التي تبنت، لأن الشعارات وطنية، الشعارات تريد وطن، الشعارات فيها مطالب سياسية، هذه وصلت. لكن هل ستستجيب أم لا؟ أعتقد العامل الخارجي وخاصة إيران هي المانع من استجابة المطالب المتظاهرين. أستاذ علي القيسي، عملية منع الإجراءات الحكومية التقليدية أو الإجراءات الحكومية التقليدية، هل ربما ستمنع من تفجر تظاهرات جديدة في المستقبل المنظور؟ سيد الكريم، ثبت الآن أن كل الإجراء، يعني كل أقصى أنواع القسوة اللي استخدمت في مظاهرات في العالم استخدمت ضد العراقيين. نحن شاهدنا استخدام رشاشات ثقيلة. يعني هل تعلم اليوم أحد الأشخاص يسأل عن بندقية البقتة؟ هذه البقتة رشاشة متوسطة تعمل من خلال الآلة الكهربائية سريعة الإطلاق، القصد منها قتل أكبر عدد من الناس. كل أنواع القسوة الممكن استخدامها استخدمت، فما بعد هذا العراقيين مهمهم، وسوف تستمر هذا الأمر. الأمر الآخر أن هذا الحكومة محتاطة لهذا الأمر، وكذلك إيران محتاطة لهذا الأمر، لأن انتخابات 2018 أكدت بأنه من اشترك بالانتخابات لا يزيد عن 14%، ولذلك هم تجهزوا لهذا اليوم، لأنهم أصبحوا على يقين بأنه مسمياتهم وأحزابهم وميليشياتهم فشلت والشعب العراقي رفضها. الحديث عن هذه التظاهرات يقودنا الحديث عن ما يعرف بالحشد الشعبي، والذي أسسته المرجعية الدينية بادعاء أنه لحماية الشعب. كيف حمى الشعب في هذه التظاهرات؟ أولاً، الحشد الشعبي هو ليس مؤسسة عسكرية دستورية ولا رسمية، هو أسس على أسس طائفية ولحماية العملية السياسية ولحماية أحزاب العملية السياسية، وهو لأنه هو أجنحة عسكرية لهذه الأحزاب، هو الجناح العسكري لهذه الأحزاب. فبالتالي هو لا يعتقد أن يحمي الشعب بقدر ما يحمي العملية السياسية. ولو نلاحظ اليوم أن أكثر المتهمين في قتل المتظاهرين هي ميليشيات الحشد وليس بقية القوات. أستاذ حسين، مسألة التظاهرات هل ألحقت مزيد من التصدع ببنيان العملية السياسية وأيضا القوى الحزبية والقوى الدينية، هل ألحقت الضرر بهم؟ بالتأكيد، من خلال الشعارات ومن خلال أداء المتظاهرين واضح جدا أن هناك مفاصلة كبيرة جدا ما بين المتظاهرين وما بين العملية السياسية. طيب. والمرجعيات الدينية. إضافة أنها لن تسمح للقوى السياسية سواء الدينية أم المرجعيات الدينية بسحب البساط من تحتها، ولا تجرأ أي قوة أخرى أن تتبنى مشروع المتظاهرين أو تقول أن هؤلاء يمثلوني، لأن المتظاهرين واعين لهذا الأمر. نعم. وهم يحملون مشروعا وطنيا متعارض مع ما يدور في العراق.
الحديث عن القمع أيضا مع ننتقل لضيفنا عبر سكايب الأستاذ علي القيسي، استخدام القمع المفرط من قبل القوات الحكومية، هل سيمكن هذه القوات أو على الأقل الحكومة من إخماد الانتفاضة ولو مؤقتا؟ التجارب يعني أثبتت في كل دول العالم بأنه القوة والاستخدام القمع المفرط لن يفيد في هذا الأمر، وسوف يرفع هذه الوتيرة وسوف يدفع المتظاهرين إلى انتهاج طرق أخرى وأساليب أخرى أشد قوة للتعبير عن رأيهم. ما يجري الآن أن هناك صراع بين 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 خيطة شباب العراق، خريجين حملة شهادات ناس عاطلين عن العمل، شباب مثقف واعي، وبين طبقة ممسوحة اجتماعيا اللي ارتضت نفسها أن تكون خادمة للحرس الثوري الإيراني وخادمة لمشروع خارج العراق، وبين ناس لا ينتمون للعراق. هؤلاء ليس لديهم أي انتماء للعراق. الشخص اللي يقف ويطلق النار على عراقي هذا أبدا لا ينتمي للعراق. القمع المفرط سوف يزيد ويرفع الوتيرة ويرفع سقف المطالب، والآن هذه الحكومة أصبحت أضحوكة للعالم. اليوم بدأت وسائل الإعلام العالمية تتناول حقيقة ما يجري في العراق. نعم أستاذ حسين، هل كانت التظاهرات ستتوقف إذا ما أعلن عادل عبد المهدي استقالة حكومته؟ خاصة هناك من يتحدث عن لابد من وجود بديل عسكري يحكم العراق بصفة حكومة إنقاذ وطني. يعني أنا لا أعتقد، أن أنا أكرر أقول أنه المشكلة في العراق هي في إدارة الدولة. متى وجدت مشروعا وطنيا يقوده ناس وطنيين أيا كانت المسميات، هنا ستهدأ التظاهرات. بغياب المشروع الوطني والقائمين على المشروع الوطني من الناس الوطنيين، أعتقد ستبقى تستمر وتستنزف إلى يعني إلى أن يرث الله الأرض. والبديل العسكري هل مطروح حاليا؟ هل هو مناسب في هذه الفترة؟ أعتقد استبعد أنه وجود البديل العسكري، لأنه القوات الأمنية العسكرية الموجودة داخل العراق الآن مسيطر عليها من قبل حشد ومسيطر عليها من قبل كثير من السياسيين العراقيين. فأستبعد هذا الأمر. نحن نحتاج إلى مشروع وطني لإنقاذ العراق يقوم عليه ناس وطنيين. أنا ذاك نقول أنه ستنتهي هذه التظاهرات وينشغل هؤلاء المتظاهرين بالمشروع الوطني في بناء هذا الوطن. الكاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعاوي، وشكرا موصول كذلك لضيفنا عبر سكايب علي القيسي من برلين، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني. شكرا جزيلا لكما.